الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، معالي النقيب نقيب محامي مصر والاستحاد المحامين العرب، السادة الأفاضل أعضاء مجلس النقابة العامة، أعضاء مجالس النقابات الفرعية، مرحبا بكم في هذا الملتقى. هذا الملتقى اللي فكرنا فيه عشان نجمع كلنا في المكان المحبب إليكم، مدينة بورسعيد، اللي طالما عملنا فيها لقاءات فاحنا فكرنا مع وكانت الفكرة الرئيسية للأخ الفاضل الأستاذ مسعود الإسماعيل اللي أنا بحييه. وأنا بنتهز فرصة هذا اللقاء اللي اسمه ملتقى، اللي شرفنا فيه معالي النقيب وشرفنا فيه الأفاضل وشرفتونا كلكم، إن أنا بدعو من كل قلبي جميع محامي الإسكندرية شرق وغرب، جميع إن هم يقفوا على قلب رجل واحد، أن نتعاون معا جميعا شرق وغرب كله عشان نخدم السادة المحامين، لأن فعلا المحامي مرتبط بحياته بالنقابة. فكل واحد موجود في مجلس النقابة لابد أنه يكرس حياته عشان خدمة النقابة، مش عشان حاجة تانية. أنا حبدأ بنفسي وحبدأ بأخويا السيد نايف وحبدأ بالجميع، وبقول لكم جميعا يا جماعة لازم كلنا هنبقى على قلب رجل واحد. في نهاية مع قرب انتهاء الدورة النقابية، هناك بعض الملحوظات اللي أنا أود أن أنا أعرضها على حضراتكم. أول حاجة أن عايز أقول أن هذه الدورة، وأنا مش هطيلة أستاذة رضا عشان حضرتك، هذه الدورة كانت دورة تاريخية بكل المقاييس. ما حصلش قبل كده في أي دورة من الدورات مثل ما حدث في هذه الدورة. معركة التنقية الذي خاضها معالي نقيب المحامين ومع المجلس، ولكن احنا كنا خلفه، هو اللي تصدى وهو اللي قال أنا يا جماعة أنا متصدي لهذا الموضوع، وقولوا إن سامح عاشور هو اللي قال. إنما اللي حصل، لأن الهجوم كان قاسي، وكانت أي جماعة دي ثورة، فعلا ثورة بكل المقاييس. الثورة لها ضحايا والثورة لها سلبيات ولها منتفعين. طبعا حضراتكم لكم كلكم ملحوظات احنا عارفينها ومعالي النقيب عارفها، وواجه السلبيات وفصل ناس، تجاوزوا إذا كان في موظف تجاوز هو فصله، إذا كان حد تجاوز هو وراءه، ومعالي النقيب أصدر أوامره إن أي حد هيتعامل بدون إيصال نقابة أو بدون ما يكون في تعليمات منه هيفطر. وأنا بحيي معالي النقيب على هذا، لأن لازم إحنا يبقى في عهد جديد. الثورة اللي خدها معالي النقيب كانت ثورة فعلا جميلة جدا. العدد اللي طلع بره النقابة تجاوز 250,000 محامي، عددنا النهاردة حوالي 160,000. هنقدر ان احنا مش هنقدر، بدأت فعلا الإصلاحات وبدأت زيادة المعاشات التي لم تحدث في تاريخ النقابة. هناك زيادة 10% ثم 5% سنويا. لا، ده اللي حصل كتير، واللي هيحصل إن شاء الله كتير. هذا الملتقى اللي احنا فيه النهاردة من نتاج هذا. طب احنا ازاي هنقدر ان احنا نجتمع ونقدر ان احنا نعمل خدمات لحضراتكم بدون ما يكون فيه أموال نقدر نصرف عليها؟ نعمل مقرنا الجديد ونعمل مقر جليم ونعمل كل حاجة احنا عايزينها. الحمد لله معالي النقيب بيفكر ليل نهار في خدمة المحامين، ومعاه أعضاء مجلس على أعلى مستوى. النقاشات اللي حضراتكم بتشوفوها نقاشات فعلا جادة في مجالس النقابة العامة. أنا مش عايز أطيل عشان طبعا كلكم مشتاقين تسمعوا معالي النقيب، ولكن أنا بشكركم من كل قلبي، بشكر جميع الزملاء الشرق وغرب،
وعايزكم كلكم ان شاء الله ان شاء الله تبقوا على قلب رجل واحد كده عشان كلنا نختم السادة المحامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.